إدمان الإنترنت مصنف دولياً، يعني أنا لما هي أدرس طلبتي ويكون عندهم في المستشفى حالة إدمان، في عملية التحليل نعطيه بالآي سي دي 10 تصنيف إنه هو مرض وله علاج. واليوم تطرقنا لمرض آخر نتمنى أن يكون المؤتمر القادم يحمل هذا العنوان، اللي هو المخدر الرقمي. المخدر الرقمي الذي له دور جدا فعال، وأيضا هذا المخدر الرقمي تم أيضا لما أحيانا في المستشفى في عملية التحليل أيضا للملف الطبي يكون عندنا تشخيص اللي هو للاضطراب الألعاب، إن الأطفال اللي فيهم هايبر في استخدام الجيمز والألعاب نعطيهم تصنيف للمرض ويحمل رقم يعني بالتصنيف الـ ICT-11. فبالتالي إذن المخدر الرقمي والمخدر اللي هو الدراجز نفس يحملون نفس الأعراض، يحملون تصنيف ومسجل وموثق. لذلك جدا مهم ان ننظر ونركز على عملية زيادة الأويرنس او اللي هو الوعي المجتمعي، وهذا الوعي المجتمعي لا يكون بعد فترة المراهقة. جدا خطر اني انا اتحكم في ادمان الانترنت او ادمان المخدرات في فترة المراهقة، صعب العلاج يكون هنا يعني طويل. اذا احنا المراهق العادي صعب نتعامل مع سلوكه، فما بالكم اذا دخل مع الادمان سواء اللي هو المخدر الرقمي او المخدر العقاقير.